احنا جنود مجندين مراسلين، الله يجيب لي الشفاء، نطلب الله الشفاء العاجل ان شاء الله بصحه جديده ان شاء الله، والحمد لله والشكر لله. نطلب الله الله يشافي والله يزيدنا في عمره والافتخار ديالو، حنا معزين به داك سيدنا هذاك على راسنا وعينينا، الله يشافيه لينا. كنبغي نقول جلاله الملك الله يشافيه الله يشافيه والله يعافيه، ونطلبوا من الله سبحانه كاع الاعمال اللي دار تكون معاه باش يكون بخير وعلى خير. الامر اللي دار سيدنا البارح نطلبوا ليه الشفاء العاجل من عند الله الكريم الكرامه، يا ربي تشافي سيدنا الكريم، يا ربي تشافي سيدنا، يا ربي يا ربي تشافي سيدنا، يا ربي احنا مزوقين فيه اجل زين والله ديال الدراوش يا خويا، يا ربي تشافيه. طلبوا من الله يشافي سيدنا، الله يشافيه الله يشافيه، الله يقعد وسادو، الله يشدينا فيه، نطلبوا ربي يعفو عليه، يجعل ربي يقعد وسادو، هادشي اللي نطلبوا من الله تعالى، الله ينصرو، احنا كنا محتاجين به ونفعنا، الله يجعل ربي يقعد وسادو، نطلبوا من الله تعالى الله يشافيه. ونتمنوا من الله يكون به خير، الله ينصر سيدنا وعاش الملك. بالنسبه لسيدنا الله ينصرو بعد العمليه ديال الله يشافيه والله يكون معاه، واجعل ربي يشافي وعون الشعب، واجعل ربي يسر لي الامر ديالو، والله يكون معاه، والله يحفظ لي الاسره ديالو كما يسر مع الشعب، الله يجعل ربي يسر لي. ما تنساوش تكليكيو على الاشتراك على القناه الصحيفه 24، وكيف ما تنساوش زورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.